السلام عليكم وبركاته، شكو معك شباب؟ ما شاء الله بخير، وياكم فهد الحبيب. اليوم راح نعلمكم كيف طريقة تحطون بصمة لموبايل النوت 4 سامسونج. تضعوا له بصمة، فاحتاج تروحون هسه مثل هذا الموبايل ما بيه بصمة، شوفوه هذا ما بيه بصمة. زين، اريد نحط له بصمة. شلون اروح على الضبط؟ ننزل ننزل ننزل، راح على قفل شاشة القفل، تأمين الشاشة، النمط، بصمة. نختار كلمة مرور، أنا مثلا راح أختار هاي الكلمة. يبقى من هنا نختار كان تستم، فمن هنا نقفل الموبايل. راح تشوفون يقول لك حط اصبعك على الباور، زر الباور، فنضغط على زر الباور راح يفتح معانا الموبايل. فلهنا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطون على لايك وتشتركوا بالقناة، تعملون شير في كل مواقع الاجتماع التواصل. كان معاكم فهد الحبيب، في امان الله.